وبمناسبة الاتساق مع الذات، كابتن نادر السيد خرج بتصريحات مست كتير جدا من النادي الأهلي. طبعا سبقنا امبارح برنامج ملك وكتابة اللي بنحييه على الحلقة الخمسمية وبنبارك له مسيرة كبيرة جدا، عقبال يا رب ما نوصل للحلقة المية بس في المسيرة الطويلة دي لملك وكتابة. امبارح ملك وكتابة كفى ووفى في الرد على كابتن نادر السيد، ولكن احنا النهاردة عندنا إضافة بسيطة، فيديو. احنا يا أحمد النوعية دي من الفيديوهات في الأوساط الإعلامية في العالم كله تستدعي ان انت تقف عندها، لان هي تتعلق بحاجتين: الأمانة المهنية على مستوى الإعلام، والأمانة الشخصية، الشخص مع نفسه على مستوى صدق المعلومات اللي بيقولها، وفي مكان تاني خالص تخضع لتحقيق ومساءلة في حجم وأمانة مقدم البرنامج والشخص اللي بيحاوره، لأن هي تدخل تحت إطار تضليل المشاهد والمتلقي والاستخفاف به. كابتن نادر السيد فيما يخص فكرة استخدام إدارة النادي الأهلي ليه، إن هي جابته عشان خاطر كابتن عصام الحضري مستواه يزيد، وقال مصطلح إن هي استخدمته وتم ظلمه وتم استخدامه. كان ليه رأي في الموضوع ده وإجابة واضحة على كابتن كريم خطاب. نطلع للفيديو في تايم سبورت لكابتن كريم خطاب مع كابتن نادر السيد، ونشوف كابتن نادر السيد ايه، ونرجع عشان عندنا كلام مهم ومفارقة مهمة جدا. نشوف الفيديو. طلع وقتها كلام ان هم تعاقدوا مع نادر السيد علشان يفوقوا الحضري. لا فوق، انا عيل صغير عشان يحس ان معاه منافس. لا لا، الحضري جول كويس يعني، ما يعني طبعا فرق معاه جدا ان انا موجود، كان منافسه قويه يعني، فرقت معاه. انما في الاخر احنا مش عيال صغيره يعني، وبعدين انت هتستخدمني وبعد كده تسيبني على الخط يعني؟ ما يعني انا ما باجي احكم على تجربتي مع الاهلي، هي ما اقدرش احكم عليها لان ما فيش تجربه اصلا. انت لعبت كم ماتش في الملعب؟ غير ثلاث ماتشين او ثلاثه حاجه زي كده. بس كابتن نادر السيد في شهر ابريل في الاذاعه على نجوم اف ام مع كريم خطاب بيسأله هل انت استخدمت؟ السؤال استفزه جدا، ولو كان معانا الصوره كنا شفته حتى ملامح كابتن نادر السيد اللي اتغيرت وتجهم جدا وحس ان السؤال فيه تقليل منه، وقال له انا مش صغير عشان حد يستخدمني، انا حارس كبير، واتكلم في فكره ان هو لم يقضي على الاستخدام، واتكلم على التجربه بشكل وحش، وده مش هنا اللي يعنينا، ولكن هو نفى تماما فكره ان هو يستخدم وشاف ان هي لا تليق بقدره. عندنا احمد مفرقات. طب ما تيجي نشوف نفس الشخص كابتن نادر السيد ونفس مقدم البرنامج، بس نقلناهم من الاذاعه لتايم سبورت، نشوف نفس السؤال ونشوف ايه الاجابه بتاعت كابتن نادر السيد. ففضلت في السيركل، حسيت وقتها بالجمله الشهيره اللي حرقت لك دمك او اللي ضايقتك، اللي هي فتره انه هم تعاقدوا مع نادر السيد علشان يفوقوا عصام الحضري. لا، اعتقد هي دي الحقيقه يعني، خلينا نكون واقعيين يعني، لان لو انا كنت لعبت اعتقد وقتها، اعتقد كان حساباتهم يعني، احنا بنتكلم بقى من سنين يعني. لو انا كنت لعبت وقتها كان ممكن يعني، كان ممكن يحصل فيه، عايز اقول لك ايه، كل واحد ليه صفاته الشخصيه. انا ممكن استحمل ان انا اقعد ماتش 2-3 ولما العب ما عنديش مشكله. كان عصام كان ممكن يكون عنده مشكله وقتها، فاهمني، انه يقعد كتير. فاعتقد هو كان يعني الموقف يقول ان هو كان في استخدام يعني هم عايزين يستخدموا اسم وقيمه نادر السيد باعتباره واحد من احسن الحراس في مصر. بالظبط، يفوقوا بيه عصام الحضري. بس هي فيها ظلم ليا معايا. الإجابة اختلفت تماما، بالعكس ده الإجابة كانت منتهى التناقض بين السؤال، نفس السؤال جاوبت عليه هنا بإجابة ونفس الأشخاص، ونفس السؤال هنا جاوبت بإجابة مختلفة تماما. يمكن الموضوع في الإذاعة يختلف شوية عن الموضوع أمام الكاميرات، ربما المدة الزمنية بين اللقاءين 12 سنة مثلا يعني. لو أنا سامع مثلا كابتن نادر السيد هو بيقول 2007 أو في 2008 إن لا ما تمش استخدامي، وجاء في 2019 قال لا تم استخدامي، فربما على مدار ال 12 13 سنة دولت بعض المواقف أو بعض الأحداث اللي حصلت خلته يعيد ترتيبه أو يعيد ترتيب أفكاره أو يوصل للحقيقة اللي هو من وجهة نظره شافها دي. لكن الحقيقة إن الكلام ده كله السنة دي، فهل السنة دي كابتن نادر السيد فجأة كده استخدموني؟ لا، مستحيل يستخدموني. الاهم والاعجب الاستاذ كريم خطاب، الحقيقه كان انا منتظر ان انا اقول له بس انت كنت جاوبت معايا اجابه غير دي تماما، او ان انا ما كنت سالته السؤال ده تاني طالما انا سالته، لو ربما سالته وجاوب قول له ان انا قبل كده قلت معايا اجابه كذا كذا. بلاش ده خالص، لان الكابتن كريم خطاب الحقيقه حتى في لقائه مع كابتن احمد سمير
هو كابتن احمد سمير قال حاجتين وحاجتين سمعوا جدا في السوشيال ميديا والوسط القروي. حاجه تخص انتقاله او محاوله انتقاله للنادي الاهلي ودوري ريشه واستعرضناه او دوري 2009، وحاجه تخص انتقاله لنادي الزمالك في شهر مارس في وقت قائمه الزمالك فيه مكتمله العدد، شالوا الكابتن احمد حسن وقالوا اصل ده بيقدم مهمه وطنيه، وكمان مفيش توقيت لانتقالات شتويه، ففي مارس تم قيد الكابتن احمد سمير فرج لاعب في صفوف نادي الزمالك.